السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. مواعيد مباريات اليوم السبت 22 اغسطس 2020، الدوري المصري الاسبوع 21، الجونة هيلعب امام نادي مصر الساعة 4 عصرا او 4 مساء بتوقيت مصر، الساعة ايوه الساعه 4 مساء بتوقيت مصر. باقي التوقيتات هتكون في اخر الفيديو باذن الله تعالى. القناه الناقله قناه اون تايم سبورتس 2. طلائع الجيش هيلعب امام طنطا في نفس التوقيت، والقناه الناقله قناه اون تايم سبورتس 1. المصري هيلعب امام مصر المقصه الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله اون تايم سبورتس 2. الزمالك هيلعب امام الاهلي الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله اون تايم سبورتس 1. المعلقين غير معروفين حتى الان، وانا اعتذر يعني الفيديو جاي متاخر لان انتظرت معرفه المعلقين ولكن لم يتم التحديد حتى الان. الدوري الفرنسي الاسبوع الاول او الجوله الاولى، ثاني مباريات هذه الجوله او ثاني يوم من مباريات الجوله، ديجون هيلعب امام انجيا الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، الساعه 6 مساء بتوقيت السعوديه، والقناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 6. ليل هيلعب امام رين الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 6 او 6. الدوري التونسي الاسبوع 21، سليمان الرياضي او مستقبل سليمان هيلعب امام النجم الساحلي التونسي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، والقناة الناقلة قناة تونس الوطنية الأولى. اتحاد بن قردان هيلعب امام الصفاقس التونسي الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4:30 مساء بتوقيت تونس، القناة الناقلة تونس الوطنية الثانية. النجم الرياضي بالمتلاوي هيلعب امام حامل الانف الساعة 5:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت تونس. البنزرتي هيلعب امام الافريقي التونسي 5:30 مساء بتوقيت مصر، 4:30 مساء بتوقيت تونس. والترجي الرياضي التونسي هيلعب امام الملعب التونسي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 6 مساء بتوقيت تونس، والقناة الناقلة تونس الوطنية الأولى. الدوري المغربي الأسبوع 24، الفتح الرباطي هيلعب امام المغرب التطواني الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، والقناه الناقله هي الرياضيه لايف اتش دي والرياضيه اتش دي واس دي او الرياضيه الثالثه اتش دي، والمعلق محمد العدالي. اولمبيك خريفكا هيلعب امام نهضه بركان الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت المغرب، القناه الناقله قناه الخامسه المغربيه اتش دي او الخامسه الرياضيه اتش دي او في قناه المغربيه هي دي. حسنيه اغادير هيلعب امام يوسفي برشيد الساعه 11 مساء بتوقيت مصر، الساعه 10 مساء بتوقيت المغرب، والقناه الناقله هي قناه تمازيد اتش دي، والمعلق هي سفيان الراشيدي. اولمبيك اسفي هيلعب امام سريع وادي زم عذرا الساعه 11 مساء بتوقيت مصر، الساعه 10 مساء بتوقيت المغرب، القناه الناقله قناه الرياضيه اتش دي، الرياضيه لايف اتش دي والرياضيه اس دي واتش دي او الرياضيه الثالثه اتش دي، والمعلق هو هشام فرج. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 22 اغسطس 2020. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لك الفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم باقي توقيتات الدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا والمانيا. بالنسبة لتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، من فضلك اضف ساعة، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 3. توقيت الامارات وعمان اضف ساعتين، يعني الساعة 2 هتكون الساعة 4. توقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا قلل ساعة، توقيت الساعة 2 هتكون الساعة 1. توقيت جرينتش وموريتانيا قلل ساعتين، الساعة 2 هتكون الساعة 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.